بعد السلام للناس العزاز. انا السنه دي لاحظت حاجه غريبه قوي، هي الناس مضغوطه ومغمومين بغلاء الاسعار، بس ده ما يمنعش كان كل سنه الشوارع بتتزين بزينه رمضان، والاطفال كانت بتفرح بالزينه ديت، وكانوا بيحسوا برمضان ودخلته علينا. يا ريت يا جماعة نحاول نخرج نفسنا من اللي احنا فيه، وكل أسرة وكل بيت زي ما كانوا بيعملوا كل سنة، ويلموا من بعض فلوس أو حاجة بسيطة، يرجعوا يزينوا الشوارع تاني باللوند والزينة والكهارب، لأن ده فعلا بيحسسنا بجو رمضان. الناس طبعا هتقولي الغلا والأسعار. يا جماعة كنتوا بتعلقوا مثلا 20 فرع زينة، خلوهم 10، 5 لونات خلوهم 3. يعني المهم الأجواء الرمضانية ما نتحرمش منها، ومن دخلة رمضان والحاجات دي بتفرح العيال الصغيرة، ولما تيجي خارجة كده هما ممكن في اطفال ما تكونش هتحس بالصيام اللي هما 4 سنين و3 سنين، مش هيكونوا حاسين قوي بالصيام ومتعته، بس هيشوفوا ايه الزينة اللي في الشارع دي، ايه الفانوس ده يا ماما، هنقول لهم ده رمضان وده شهر الخير وبنصوم من كذا لكذا، والاطفال هتتعرف على عادات وتقاليد. انا حاسه ان هي كل سنه بتقل عن السنه اللي بعدها، وكل سنه وانتم طيبين، وكل امه محمد بخير، وربنا يفك الكرب عن الناس كلها، وما يزعل حد ابدا في الشهر المفترق دوت، ويرزق كل رب اسره باحتياجات اسرته، ويا ريت ما نقطعش العادات بتاعتنا ونفرح اولادنا ولو بحاجه بسيطه. الجيران كلها كل لو لمتوا من كل واحد 5 جنيه هتنوروا الشارع وهتزينوه، وكل سنه وانتم طيبين.